جينا اليوم هنا الإقليم الرشيدية، لقينا واحد الترحاب كبير بالنسبة للممولين اللي كاينين هنا. جينا باش أسسنا الفرع ديال الإقليم الرشيدية والحمد لله تم بنجاح. كنتمناو نكملوا الأقاليم كلها ديال الجهة التافلة للضرعة باش يمشيو معنا في نفس الطموح اللي غادا فيه الفيدرالية. بداية ببدء لا يخفى عليكم تزامن هذه المناسبة ديال هذا المؤتمر التأسيسي مع مناسبة ديال عيد العرش، اللي كنبغيو نغتنموا هذه الفرصة باش نباركوا للسدة عيد العرش المجيد ونجددوا الولاء والطاعة. بخصوص المؤتمر اليوم، جات الفكرة من خلال المعاناة اللي كيعيشها القطاع والشتات اللي كيعيشوا في جهة درعة تافيلات ولا إقليم الرشيدية، وهاد المشاكل اللي زاد يعني كملها يعني وزاد من الصعوبة ديالها هو هاد الظروف الاقتصادية بعد الجائحة ديال كورونا. واليوم كانت مبادرة من الإخوان ديال الممولين بمدينة الرشيدية أننا نحاولوا نجتمعوا في ظل الفيدراليات الفيدرال المغربية ممولي الحفلات باش نحاولوا نقننوا القطاع ونشتغلوا على لم الشتات ديال هذه المهنه. مبادره مزيانه الحمد لله، فيها الشباب وفيها القدماء وفيها اللي قدامين وفيها جداد، والحمد لله هذه مبادره طيبه ومزيانه بالنسبه للاقليم الرشيديه. وكنطلبوا الله يوفق الجميع، وكنطلبوا الله باش يمشي علينا هاد البلا ونزيدوا للقدام ان شاء الله. رسالتي للمسؤولين راه حنا مضرورين، هذا دابا تقريبا عام ما خدمنا حتى حاجه ولا وعندنا مصاريف ديال ما وضو ضريبات وكرا، اللهم لك الحمد على كل وتريتات وبزاف، والحمد لله كنا كعوالين كنجددوا العام الجديد ودخل العام ان شاء الله ما كاين حتى حاجه، اللهم لك الحمد على كل حال. الشباب اللي هما يبغوا يخدموا في هذا المجال بخصوص هذه المنطقه كنشجعهم باش يخدموا ويزيدوا للقدام، هما صغار دابا يزيدوا للقدام ويخدموا في هذا المجال مزيان ونقي وشريف. بغيت انا الدراري يزيدوا للقدام، هاد الشباب الصاعد. بالنسبه للمجيء ديالنا هنايا كنشكروا الفيدراليه اللي جات باش تقنن وباش الاهداف ديالها يعني باش تقنن وباش تنظم هذا المجال ونخدموا يعني بشكل قانوني وماشي بشكل عشوائي. وبطبيعه الحال يعني حنايا عندنا واحد الضرر كثير بالنسبه لهاد الجائحه اللي كنطلبوا من الله عز وجل انه يرفعوا علينا، يعني عام دابا ما كايناش الخدمه، يعني متضرر بشكل كبير القطاع، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى الخير وهذا ما كان. شكرا. تنتمنى ينوضوا بهذا القطاع لشي مستوى رفيع، وهذه الجائحة اللي هي وصلتنا لواحد الحاجة اللي وصلنا فيها لواحد الانحطاط لتحت، خاصو ينوضوا بهذا القطاع هذا للفوق إن شاء الله. وكنتمناو من هذه الجمعية هذه اللي كترأسها السي عبد اللطيف الإدريسي اللي واثق فيه واثقين فيه كاملين، واليوم جينا باش نأسسوا هذه الجمعية هذه إن شاء الله، وغادي نمشيو بها إن شاء الله واحد المستوى رفيع.